بتاريخ 22/4/2010 كنت بورشة عمل مع أطفال بمنطقة الشيخ سعد بداخل القدس. طبعاً منطقة الشيخ سعد في حاجز موجود، بعطي الجندي على الحاجز بعطيه هويتي، بحكي لي إنه ممنوع تمرقي من هون، روحي طريق التفافي. فبسأل من وين طريق الالتفافي، مباشرة بصيح علي أنت موقوفة 3 ساعات. حطوني بغرفة صغيرة عند الحاجز كلها أزاز شبابيك كبار، وبعدها إجا جيب جيش ونقلوني على مركز شرطة بجبل المكبر. دخلوني عند واحد حكى إنه هو ضابط بدون ما يحكي إيش اسمه، طبعاً كل هذا بدون ما يحكوا لي شو التهم ولا يحكوا لي أي شيء بالمرة، وحكى لي بده يحولوني على مركز شرطة بتل بيوت. هناك لما نزلنا برضو أخذوني على المحقق وحكى لي تهمة حيازة سكين، طبعاً ما كانش معي سكين، وقال لي أنه موقوف 24 ساعة. بالجيب نزلوني على أساس أنه رايحة على المسكوبية. هلأ هناك كلبشوا لي إيدي وحطوا لي زي عصابة أو إشي على عيني، بطلت شايفة أي شيء بالمرة. دخلوني مكان، يعني ما بعدين عرفت أنه غرفة التحقيق. قاموا عن عيوني، كان واحد اللي هو المحقق قاعد ورا المكتب وبيحكي لي أهلا وسهلا، أخيرا إحنا من زمان استناكي. أخذوني على زنزانة وحطوني فيها، بعدها إجوا الجنود ومعهم كان مجندة إنه اللي هم القوات النحشون، ياخذوني بيحكوا لي ناخدك على المحكمة. فأنا طمنت، قلت خلص القاضي إنه رح روحنا، إنه أصلاً فيش إشي، ما بعرف وين مشيت ولا كيف، بس إنه كان درج وأشياء وكتير، يعني هم بيمشوني كيف بدهم. كنت أسمع صوت شباب بصيحة بنادوا وكذا، يعني هيك عبارات تشجيع، يعني الله معاك يكونوا قويين هيك أشياء. وأنا بيني وبين حالي أحكي منها مش راجعة، شو يعني مش مشكلة يعني. كصبية موجودة بالتحقيق يعني بيعرفوا إنه إحنا الشرف والسمعة عنا إشي كتير أساسي ومهم. فمن الأشياء طبعاً اللي استخدموها ضد اللي هي التهديد بالاغتصاب، إنه احكي معنا أو إنه إحنا رح نغتصبك. وحتى واحد منهم لهذا الكولونيل قبل يعني بآخر فترة التحقيق، يعني إنه إجا يعني بكل وقاحة، يعني بحكي لي إنه يوجه لي مسبات كتير 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 يعني وسخة، أشياء عمري بحياتي ما سمعتها، أو يحكي أوصاف أو ممارسات أوضاع جنسية وكذا إنه دي يعملها وكذا وإشي. وهي بتعرفي إنه أنا حتى لو مش أنا رح أجيب كلبي يعمل فيكي كذا كذا، يعني لدرجة أدي إنه يفرجيني إنه إحنا ولا إشي، وإنه إحنا مش بشر وإحنا مش ناس يعني. فإنه حتى إنه مش هو إنه بده يجيب كلبه، يعني إنه عامل فيه كأنه معروف مثلاً أو هيك.